بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم، وكل سنة وكل الناس طيبين وبخير وفي أحسن حال إن شاء الله. كل سنة والشعوب العربية في محبة وفي سلام واطمئنان بإذن الله. كل سنة وجماهير وأعضاء النادي الأهلي طيبين وبخير وبصحة وبسعادة. يمكن جماهير وأعضاء النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي الحقيقة يمكن بيثبتوا كل لحظة انهم شركاء حقيقيين في تاريخ النادي الاهلي وانجازات النادي. اللي دعمهم ومساندتهم الدايمه لناديهم في الاوقات الصعبه قبل الفرحه. وبنطمنكم اننا مستمرين في الدعم وفي البناء علشان نصل لافضل مستوى او بالمستوى الذي يليق بالنادي الاهلي وتاريخه وكمان في كل المجالات. ويمكن دي فرصة في الأيام المباركة احنا عايشينها وفي الشهر الكريم ان احنا الحقيقة يمكن يعني نغير من أنفسنا وكمان نرتقي بأخلاقنا. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.